الجميلة الرائعة ميمي جمال. صباح الخير. صباح النور. دايما كده منورانا. وحضرتك شايفة المشاهد اللي مصر النهاردة وامبارح كانت فيها، حضرتك شايفاها ازاي؟ أنا شايفة إن مصر فرحانة، ومصر لازم تحضن حبايبها وناسها، لأن إحنا كلنا مولودين فيها وعايشين فيها وحقنا عليها وحقها علينا. صحيح. يعني لازم كلنا. وبعدين حكاية الانتخاب دي مسألة مش محتاجة كلام، يعني إحنا عشنا بقالنا فترة بعد ما كانت مصر وصلت لمرحلة إن كل حاجة فيها مكسرة وكل حاجة فيها واقعة، وكنايس وجوامع وشوارع وميادين. جالنا حد كده ربنا بعته لينا إنه ياخد بإيدنا، يشد إيدينا كده ويقول لنا يا جماعة أنتوا مش من حقكم أبدا إنكم تعيشوا الحياة الوحشة دي، أنتوا لازم تعيشوا حياة حلوة، لازم تعيشوا حياة فيها بيوت جميلة وفيها حياة جميلة وفيها مدارس نظيفة، فيها حياة كريمة، صحة، فيها تعليم، فيها حياة. صحيح. فطبعا الراجل ده ربنا يبارك له، نعم، في عينه وعافيته وصحته، أنا بدعي له. وربنا يا رب دايما يخليكي كده لكل المصريين. الفنانة الجميلة الرائعة ميمي جمال، بشكرك جدا على هذه المداخلة. وشوف حضرتك لسه بتتكلم عن هذا الحنان للوطن للأم. الأستاذة ميمي جمال أيضا بتجسد هذا الأمر طبعا بكلمات بسيطة. فنانة جميلة، ويوم سعيد بالنسبة لها بإذن الله، وربنا يسعدها ويفرحها هي وأولادها. نعم. فأنا عايز أقول لك، فالوطن أسمى من حكاية أن اختزلوا في لحظة غضب أو لحظة ضيق. الشباب المصري أنا رأيي أنه شباب بخير. هو صحيح أبس أند داونز، أو بيطلع صعودا وهبوطا، بس وقت الجد تلاقيه. انا قصدي حتى في الحياه، لان انا بشوف شباب، يعني مش عايز اقول لك مثلا، انا اعرف مجموعه شباب موجودين في الخارج